وهي نموذج ديال هادشي اللي خصنا نديرو ونمشيو ليه في هاد البرنامج ديال إعادة التنشيط ديال التنمية المحلية وديال السياحة وديال القطاع الثقافة إلى آخره. بغيت نقول أيضا أن هنا في مدينة الأصيلة كتبين لنا أن الثقافة هي طاقة متجددة، هي بحال الشمس اللي كيمشي ليها كيدير واحد الخطوة نحو الثقافة كيلقى هذيك الطاقة ديال الشباب ديال المبدعين ديال الفنانين. ونقول ايضا ان الثقافة يمكن لها تكون هي الدواء ان شاء الله ديال هاد داكشي كامل اللي فسدته كورونا، راه يمكن الثقافة تداويه، وكما كيقولوا راه الثقافة هي الحياة.